السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتنا والأم البنات مع وصفة جديدة وفيديو جديد. كما كتلاحظوا معايا لي كورن لي كيجيو هشاش بزاف وكيجيو زوينين بالحشوة كتجي لذيذة والعجينة ديالهم كما كتلاحظوا معايا كتجي مفشفشة وكتجي مهوية من الداخل. وكنتمنى أن الفيديو ديال اليوم ينال الإعجاب ديالكم. تبعوا معايا المقادير وطريقة التحضير حتى الأخير. اول حاجه غنبداو بها نبداو بالعجينه. كنحتاجو كاس كبير ديال الحليب يكون دافي، معلقه ديال سنيده، معلقه ديال خميره حبيبات، شويه ديال الملحه، وبيض ديال البيضه، جوج معالق ديال الزيت، وصاشي ديال الخميره الحلويات، والدقيق على حسب الخليط. نبداو على بركه الله في طريقه التحضير. كناخذو اناء كنكبو فيه هاد كاس ديال الحليب يكون دافي، كنزيد عليه هاد سميتو ابيض البيض، والصفا كنحتفظو به. كنزيد عليهم هاد سنيدة وخميرة حبيبات، كنزيدو الملحة، كنزيد عليهم جوج معالق كبار ديال الزيت. كنحاول انني نخلط هاد العناصر باش تذوب لينا الخميره. صافي، بعد ما ذوبت هاد الخميره كنبقى نضيف الدقيق شويه بشويه. كنضيف واحد الجزء ديال الدقيق، وكنزيد عليه الطاشي ديال خميره الحلويات. صافي، وكنحاول انني ندخل هذا الدقيق في هذه المكونات كلها. بعد ما دخلت هذه الكميه ديال الدقيق كنزيد عاوتاني كميه اخرى. صافي، كنبقى ندخل في الدقيق حتى تجمع ليا العجينه. بعد ما جمعت العجينه كما كتلاحظوا خصنا نخليوها شويه طايه، ما خصناش نقصحوا ليها العجينه. كما كتلاحظوا معايا العجينه طايه. دابا كنجمعها وكندهنها بشويه ديال الزيت. صافي، كندهنها بشويه ديال الزيت ونغطيها ببلاستيك غذائي وندوز باش ندوزو باش نوجدوا الحشوه. بالنسبه للحشوه نحتاجوا ليها ثلاثه ديال الجبن المثلث، غنحتاجو واحد كورجيت محكوكة طويلة، واحد الجزرة محكوكة طويلة، والبصلة مشلضة طوفة صغار كما كتلاحظو معايا، يكونو طوفة داو يكونو الطوفة ديالها صغار، والسدة ديال الدجاج أو الديكارومي، أي حاجة متوفرة عندنا، أو الطون، كل واحد والإختيار ديالو. وبالنسبة للعطرية نحتاجو تحميرة، قرقو، سكنجبير، ملحة، والإبزار، والزيت باش غنشحو هاد الحشوة. نبداو في التشحيح على بركة الله. كناخدو المقلاة فاش كنشحها كنزيد عليها الزيت، وكنزيد عليها البصلة، كنضيف عليها هاد البصلة ونخليها تشحى. صافي، نقوم نشحط هاد البصلة حتى تهبط ليا البصلة شوية. صافي، بعد ما دبلت لينا البصلة كما كتلاحظو كنزيدو عليها هاد الجزر لي هو الكورجيت، كنحاولو أننا نخلطو هاد الجزر و الكورجيت، و كنزيدو هاد لادن أو السدا ديال الدجاج. صافي، كنت كنحاول انني نخلط هادشي ونخليه حتى يتشحى مزيان. بعد ما شحنا الحشوه كما كتلاحظوا معايا الحشوه تشحات، كنزيدو عليها التوابل. صافي، كنحاولو ندخلو التوابل في الحشوه، كنبقاو نجيبو ندوب في الحشوه حتى تشرب لينا الماء، استقدر ان هاد الماء ما يبقاش لينا في الحشوه باش ما يخسرليناش العجينه.
بعد ما نشفات ليا الحشوه كلها من الماء ما بقاش فيها الماء كنزيد عليها ثلاثه د القطع ديال الجبن ممكن ندير هذا الجبن ممكن ندير الجبن مادة صافي كنحاولوا اننا نخلطوا الجبن مع الحشوه صافي بعد ما ذوبت هذوك ثلاثه د القطع ديال الجبن كما كتشوفوا معايا الحشوه هكا بغيتها بغيتها تجي معسله هكا صافي كنطفي عليها النار ونخليها باش تبرد وندوزو باش نوجدو العجينه صافي هي الحشوه بعد ما خليناها بعدات كندوزو دابا باش نشكلو العجينه والعجينه خليتها خمات مزيان كما كتلاحظوا معايا خليوها تخمات دابا كناخذوا شويه ديال الدقيق كناخذوا شويه ديال الدقيق كنرشوا فوق السطح ديال العمل اللي غنخدموا به صافي كنحط عليها هذه العجينه كنحاول انني نديها ونجيبها شويه في الطحين دابا كنقسموها صافي كل واحد نضو كوياسها بهذا الحجم ديهم كلهم بنفس الحجم هما بعد ما قطعتهم خرجتو منهم 8 د الكويعات صافي دابا كنغطيهم كنغطيهم ونخليهم يرتاحوا لينا باش يسهلوا لينا في الخدمه ديالهم بعد ما خليتهم ارتاحوا كنرش شويه ديال الدقيق كنهز الكره الاولى اللي بديت بها كنحاول انني نساحها كنحاول انني نساحها ويكون السمك ديالها رقيق شويه كما ممكن اننا نحلوها عا بيدينا بلا دلك كتحلينا بيدينا بكل سهوله صافي هي بعد ما رجعت هذا آية كنقسموها على جوج هذا الجزء كنبقاو نقطعو فيه كنبقاو نقطعو فيه حتى نوصلو النصف ديال هذا النصف ديال الدائرة بعد ما قطعت فيها هكا النصف ديالو كناخد الحشوة الحشوه كندير من هذا الضاس كيكون رقيق ومن هنا خصنا نكثوا فيه الحشوه صافي كنبقاو الاول كنتمنى ان الفيديو يكون واضح خصنا نسدو هاد الاصبع دابا باش ما تخرج ليناش الحشوه وحنا كنلويو وحنا كندورو في يدينا كما كتلاحظوا الشكل ديالها وهاد الاص هو كنجرعو الثاني باش نسدو بهاد هاد الاص باش ما تخرج ليناش الحشوه من هنا من التحت صافي كنحاولوا اننا نحلو هادو
كنحطها دابا في اللاطه اللي كتدخل للفران ونخليهم حتى يخمروا. صافي هما بعد ما قديتهم وصفتهم في اللاطه كنخليهم يرتاحوا تقريبا واحد 10 دقائق حتى 15 دقيقه ونعاودوا نتلاقاو باش ندهنوهم وندخلوهم الفرن. بعد ما خليتهم خمروا صافي كنخلطوا الصفه ديال البيضه اللي نقصنا قبيله مع شويه ديال القهوه سريعه الذوبان وكنحاولوا ندهنوا هاد كندهنوهم كلهم الفوق. هما لي كورني بعد ما دهنتهم كلهم كناخد دابا شويه ديال الجنجلان كنحاول انني نديرها في هاد السطوره ديال اللي كنا قطعنا والجنجلان اختياري اللي بغاه كيديرو اللي ما بغاش كيكتفي غير كيدهنهم هكا بالصفه ديال البيض وكيدخليهم عادي. صافي كنبقى مستمره هكا حتى ندير ليهم الجنجلان وكندخلهم الفرن كيكون مسخن من قبل حتى يطيبوا ونشوفوا الشكل النهائي ديالو. الكورني بعد ما طيبناه وجبناه من الفرن كندوزو باش نزينوه كنحتاجو معلقه ديال المايونيز والفرماج محكوك فرماج حمار محكوك مخلط خلطوناش مع شويه ديال المعدنوس. ممكن انكم تخليوه بلا ما تخلطوه مع المعدنوس وخليت هنا شويه ديال الفرماج محكوك ما داتليش المعدنوس هذا دات لي النصف ديالو دات لي المعدنوس. كناخذوا هاد لي كورني ديالنا كندهنوهم شويه ديال المايونيز اللي ما بغاش المايونيز ممكن يستغنى عليه ولا يدير لاصوص الحار. صافي نبقى انا مستمره هكا نزيد معكم وحيده كندهنوا عاب شويه ديال المايونيز كما قلت لكم كما ممكن اننا نديروا الصلصه الحارة. هذا هو الشكل النهائي ديال لي كورني ديالنا بعد ما طيبناهم وزيناهم هكا بالفرماج والمعدنوس. كنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم نحل معكم وحده باش تشوفوها ان شاء الله عاد جربوها ما غاديش ندموا عليها كما كتشوفوا العجين ديالها كيجي زوين وكنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم. نقطع معكم وحده هكا باش تشوفوا الشكل ديالها كما كتشوفوا الشكل ديالها كيجيو ناشفين هكا في رمضان ولا الوليدات ديالنا المدرسه نقدوهم ليهم ونعطيوهم ليهم ما كيبعدوا شويه من هذاك الشيء ديال الزيت والحاجه اللي ما صحياش نبعدوا وليداتنا عليها. هاد الخبيزات كيجيو زوينين بزاف كنتمنى انكم تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو ديال اليوم والى عجبكم المحتوى ديالو من طبيعه الحال شاركوا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم وضغطوا على الجرس باش ديما توصلوا بالجديد. الفيديو الجاي ان شاء الله نخليكم على خير.